مرحبا، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم في الفيديو الثاني من سلسلة أبسطها لك في دقيقة هندسية. من أهم أدوات الإدارة هي الميتينجز والكوميونيكيشن شانلز والشيرينج أوف إنفورميشن. اليوم أنا بدي أحكي معاكم عن إيش أهم أدوات إدارة المشروع. من أهم الأدوات اللي إحنا بنستخدمها لإدارة المشروع الميتينجز و communication channels و sharing the information. البارت الثاني انه انت فعليا اذا ما عملت meetings مع التيم تبعك فانت فعليا مش عارف شو العقبات ولا شو حاجات ولا قادر انك انت توصل النظرة تبعت الستيكهولدرز للتيم تبعك، ففعليا انت مش قادر تشتغل بالنقطة رقم 2 تحت مظلة النقطة رقم 1. اذا بدون ما انت تعمل الميتينجز بدون تحدد قنوات التواصل المريحة لجميع الاطراف في البروجكت تبعك، فانت تقريبا من شبه المستحيل انك انت تقدر تخلص البروجكت على اكمل وجه to meet the deadline of your project وتسلم على المايلستونز المتفق عليها بالdeliverables المتفق عليها واللي انت اصلا ما اتفقت عليه لانه ما كان في ميتينجز اساسا. هلا عملت الميتينجز، حددت قنوات التواصل، طلعت ببوينتس، عملت اناليسس، عملت كونكلوجنز، طلعت بالنقاط النهائيه المفيده لكل الاطراف سواء ستيك هولدرز او التيم ممبرز اللي قاعد تشتغل معهم. هلا الوقت انك انت تعمل شيء اسمه شيرينج ذا انفورميشن، لازم تشارك هذه المعلومات مع جميع الستيك هولدرز، تعطيهم او تاكد معاهم ايش الدليفربلز وايش النيدز وايش الحاجات، انه الفهم اللي واصلنا هو فهم صحيح، وعلى الطرف الثاني انك انت توصل النقاط اللي التيم محتاجها لحتى يقدر هذا التيم انه يشتغل as per النقاط والريكويرمنتس اللي اتفقنا عليها مع الكلاينت لحتى الكل يقدر يسلم البروجكت على اكمل وجه، نقدر نخلص البروجكت ونسلمه. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه ونشوفكم بالفيديو الجاي.